السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معاكم ابو معاذ. كنت كتبت من فترة على بيج الفيسبوك ان موقع سبورتر.com كان عامل عرض الشحن الجمرك لمصر مجانا لمدة اسبوع. طبعا اللي معرفش شركة سبورتر.com ده اكبر واضمن موقع عربي ممكن تشتري منه مكملات غذائية، وهي اصلا شركة اماراتية وكيلة رسمية لاغلب شركات المكملات العالمية، ليها ستور في الامارات وبتبعت اونلاين لدول الخليج علشان ما عندهمش جمارك، ولكن للاسف ما كانوش زمان يبعتوا الاوردرات لمصر علشان حوارات الجمارك المصريه. كان البديل ليها انك لو عايز تشتري مكملات مضمونه من بره ما كانش قدامك الا موقع اي هيرب او موقع bodybuilding.com، بس مشكلتهم كانت في الجمرك ومصاريفه الا ما كنتش تعرفها الا لما الاوردر يوصلك البيت، وساعتها بتتصدم لان الرسوم الجمركيه كانت ممكن توصل لضعف ثمن المنتج نفسه. لكن موقع سبورتر فتح من فتره قريبه الشحن لمصر بتكلفه شحن وجمرك ثابت اللي هو 410 جنيه تقريبا لاي اوردر، وكمان عمل لك خيار يا اما تدفع بالفيزا يا اما تدفع عند الاستلام مقابل 80 جنيه اضافيه. النهارده وصلني الاوردر اللي كنت طالبه، وقلت اعمل معاكم انبوكسنج سريع، وبعد كده هشرح لكم ازاي تشتري منتج من موقع سبورتر وازاي تاكد الاوردر بتاعك وايه هي شروط الشحن لمصر. يلا بينا نبدا مع بعض الانبوكسنج. اول حاجه هتلاقيها ملزوقه على الكرتونه بره هي بوليصه الشحن بتاعه شركه اراميكس، مكتوب فيها بياناتك والعنوان بتاعك والمبلغ اللي هتدفعه. يلا بينا نفتح مع بعض الكرتونه. اول حاجه هتلاقيها صوره البطاقه الشخصيه بتاعتك والتفويض اللي انت كتبته لشركه اراميكس عشان تخلص لك اجراءات الجمرك. كمان هتلقى الفاتوره الضريبيه مختومه من شركه سبورتر فيها تفاصيل المنتج وسعره ورسوم الشحن. هتلاحظوا معايا ان مكتوب فيها ان سعر علبه النيترو تيك 35 دولار تقريبا، يعني حوالي 600 جنيه مصري، مع هديه نيورو كور بري ورك اوت مجانا و4 دولار و46 سنت مصاريف الدفع عند الاستلام اللي هي حوالي 80 جنيه مصري. بعد كده عندك مصاريف الشحن والجمرك ب 22 دولار و86 سنت، يعني حوالي 380 جنيه مصري. طبعا انا الاوردر طلبته قبل ما يعملوا حوار الشحن والجمرك مجانا علشان كده دفعت مصاريف الشحن، لكن حتى مع مصاريف الشحن والجمرك السعر لا يقارن نهائيا باسعار مصر. الصراحه دي خطوه محترمه جدا من شركه سبورتر، تستاهل نرفع لها قبعه عشانها وهتقضي على جشع التجار المصريين. وفي اخر فيديو كمان هعمل لكم مقارنه بين الاسعار دي والاسعار اللي موجوده في مصر. نكمل مع بعض الانبوكسنج. هتلاقي جايبين مجلة ترين ميدل ايست اديشن، هي مجلة متخصصة في المكملات الغذائية او مجلة دعائية تعتبر. بعد كده وحش الشاشة النيترو تيك والنيورو كور بري ورك اوت، الاتنين من شركة ماسل تيك اكبر واشهر شركات المكملات الغذائية في العالم. هتلاقي هنا مكتوب ان القيمه الغذائيه لكل سكوب 30 جرام بروتين، 2 جرام سكر، 3 جرام كرياتين، 6.8 جرام بي سي دبل اي، 5 جرام جلوتامين، 3.3 جرام ليوسين. بطعم الميلك شوكليت، الوزن 0.4 باوند يعني حوالي كيلو 800 جرام. العلبه فيها 40 سكوب، السكوب الواحد وزنه 46 جرام، فيها 160 كالوري، 2.5 جرام فات، 4 جرام كربوهيدرات، منهم 2 جرام سكر و30 جرام بروتين. وهنا هتلقى جدول مقارنة بينه وبين أقرب المنافسين من منتجات الواي بروتين التانية. تحت العلبة هتلقى مطبوع اللوت نمبر والايو نمبر والاكسباير ديت عشان لو حبيت تتأكد ان العلبة دي اصلية بتبعت رسالة لشركة ماسل تيك وتبعت لهم صورة اللوت نمبر والاكسباير ديت وصورة العلبة، وهم هيقولوا لك اذا كانت المنتج ده اصلي او العلبة دي اصلية ولا لا. هنا بقى الهدية اللي جت مع الاوردر وهي النيورو كور بري ورك اوت من منتجات الطاقة اللي بتتاخد قبل التمرين. الجرعة اليومية بتاعته سكوبين فيهم 3.2 جرام بيتا الانين، 3 جرام سيترولين، 3 جرام كرياتين، بطعم الايس بلو راسبيري. العلبة فيها 36 سكوب، السكوب الواحد حجمه 6 جرام، فيه 1.6 جرام بيتا الانين، 1.5 جرام سيترولين، 1.5 جرام كرياتين، 160 ملي جرام كافيين، ما يعادل تقريبا فنجانين قهوة. تحت العلبة هتلقى اللوت نمبر والاكسبير ديت في 14 سبتمبر 2019 علشان كده نزلوها مجانا قبل ما صلاحيتها تخلص بشهرين او ثلاثة. تعالوا بينا مع بعض نشوف في التفصيل ازاي تطلب اوردر من موقع سبورتر.com. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم ابو معاذ، رجعت لكم تاني على شاشة الكمبيوتر عشان نشوف ازاي تطلب اوردر من على موقع سبورتر.com.
اول حاجه تفتح الموقع، هحط لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس عشان توصله بسهوله. اول ما تفتح الموقع هتلقى من فوق هنا على الشمال الدوله اللي انت فيها عشان تقدر تشوف الاسعار بتاعتك. طبعا انا مختار مصر، انت لو في اي دوله تانية غير مصر تختار الدوله بتاعتك وهيجي لك المنتجات بالاسعار بتاعه الدوله بتاعتك. هتلاقي هنا الواجهه الرئيسيه بتاعه الموقع فيها العروض اللي بتيجي كل فتره. طبعا انت لو مش مستعجل على حاجه، لو مش مستعجل على المنتج اللي انت محتاجه، يبقى ممكن تقعد من فتره للتانيه تقعد تراقب الموقع، لان هم تقريبا كل اسبوع بينزلوا عروض جديده، ممكن تلقط عرض يبقى ممتاز زي العرض اللي انا لقطته في الانبوكسنج اللي عملناه من شويه. والعروض دي بتبقى ممتازه جدا واسعارها بتبقى يعني في الارض خالص. هنا يعني هتلقى الواجهه بتاعته سهله جدا ومبسطها، ولكن انا هقول لكم الخلاصه. هتفتح هنا تسوق حسب، تختار بقى نشوف انت عايز مكملات رياضيه ولا منتجات صحه ولا اغذيه. سي ان احنا هنختار اشهر مكمل في الدنيا اللي هو الوي بروتين. هجيلك هنا الواي بروتينز الموجودة في الموقع 70 منتج، مقسمهم لك حسب الأكثر مبيعا. تمام، انت أشهر الحاجات فعلا اللي هي موجودة في الأول، الأيزومية، الجولد ستاندرد، الماسل تيك، الهيدروواي، يعني منتجات شركات كتير جدا. نقول احنا هنختار الجولد ستاندرد، نقول احنا هناخد العبوة ال5 باوند بالمرة. انت لو هتجيب حاجة من بره يبقى تجيب حاجة كبيرة بالمرة علشان ما تتكلفش شحن على الفاضي. في ميزه ممتازه جدا في الموقع ده، ان هو هنا بيقول لك والله ده تاريخ صلاحيه بتاع المنتج اللي انت مختاره ده ينتهي في 1 مارس 2021. فانت عشان تبقى عارف لو انت مثلا حاجه تنتهي صلاحيتها قريبه وانت عارف انت مش هتستخدمها اليومين دول، يبقى ما تختارهاش، تبقى يعني في الصوره. النكهات الموجوده طبعا هتلقى كل النكهات الموجوده في الدنيا، صعب تلقى التنويع ده كله في الستورز الموجود عندنا هنا في مصر. سعر المنتج هنا ال5 باوند معمول عليه عرض من 1449 ل 1361 ونص. طبعا انا الفيديو ده متأخر جدا فيه، انا عملت الانبوكسنج على فكرة لما وصلني الاوردر ده في نص شهر 7، ولكن الفيديو ده اتأخرت فيه جدا. يعني انا الفيديو ده مصوره يوم 11 سبتمبر، بيقولك والله يوصل خلال يوم 23 سبتمبر عندك في مصر، يعني 12 يوم تقريبا. ده ممتاز جدا ان الاوردر يوصلك بره، من بره مصر لجوه مصر في 13 يوم بس. اضف الى سلة الشراء، تمام، عايز تظهر السلة، اوكي. هنا بيقول لك ادي السلة بتاعتك، جولد ستاندرد وي بروتين، الحجم 5 باوند، تاريخ انتهاء الصلاحية 1 مارس 2021، النكهة شوكولاتة بالشعير. طبعا انا مخترتهاش شوكولاتة بالشعير، بس انا بجرب لكم الاوردر. تمام، هنا بقى يعني انا يوم ما طلبت الاوردر كان عامل العرض، كان هو اول مره يفتح الشحن لمصر، فكان عامل عرض ان الدفع عند الاستلام، لكن يبدو ان العرض ده انتهى. عندك طريقين للدفع، يا اما بالفيزا يا اما بالباي بال. قول ان انا هاخد بالفيزا مثلا، استمر لعمليه الدفع. تمام، انا طبعا نسيت اسجل بالحساب بتاعي، ولكن انا مسجل بالفيسبوك، ممكن ادوس تسجيل من خلال الموقع فيسبوك. تمام، هو كده اول ما جيت جالي بيانات الشحن بتاعي، طبعا كتب العنوان هنا، طريقة الشحن هنا، عامل شحن مجاني، شحن سريع من 6 ل 8 ايام عمل، شحن مجاني، دي ميزة. هنقول استمر، هنا بيقول استخدم رصيد الحساب للشراء 366 جنيه. انا كان في مشكلة حصلت معايا في اوردر قديم وبعت لهم شكوى، فراحوا بعتوا لي ثمن الاوردر نفسه، فالرصيد بتاع ثمن الاوردر ده 366 جنيه موجود على الحساب. طبعا انا ممكن استخدمه او ممكن ما استخدموش، لو حبيت استخدمه يبقى هيتخصم 366 من 1361، يعني هدفع 900 وشويه. طبعا ده حاجه ممتازه جدا. هتدخل هنا بيانات البطاقه، طبعا انا دخلت كل حاجة، هتقول مستمر. اخر حاجة هنا جات لك بيقول لك والله الاوردر بتاعك جولد ساندر دي بروتين سعره كذا، مفيش نقاط حصلت عليها، المجموع الفرعي كذا، الاجمالي هتلاقيه هنا. الاجمالي ده مش هتدفع غيره بالفيزا، والاوردر لما هيوصلك لحد باب البيت
مش هتدفع ولا مليم تاني. كده شفنا السعر بتاعها هنا، برضو هعمل لكم في نهاية الفيديو، تابعوني لنهاية الفيديو، هعمل لكم مقارنة ما بين السعر ده والسعر الموجود في مصر. بس حابب في البداية انبهكم على حاجة، لو انت شاكك مثلا ان موقع سبورتر ده ممكن يكون بيبيع حاجات مضروبة، هنا هتدوس هنا المورد الرسمي، هلك هنا شركة اوبتيمم نيوتريشن او ماسل تيك، احنا موردين رسميين ليهم. تفتح الموقع يعني هتدوس هنا يجي لك اوبتيمم نيوتريشن الموقع الرسمي بتاعهم، وهتلقى موقع سبورتر دوت كوم اهو، هو هنا مقسمة على حسب الدولة. هو ده عشان طبعا موقع اماراتي، فننزل تحت UAE من الامارات اهي، ليها 2 موردين، شركة اسمها امكان انترناشونال جروب، والشركة التانية سبورتر دوت كوم. فده الموقع الرسمي، ده مصر تيك، معرفش ليه الموقع بتاعهم مش بيفتح، ولكن ادي هنا شركة اوبتيمم نيوتريشن، هو مورد رسمي ليهم علشان تبقى عارف ان المنتج اللي انت بتطلبه ده فعلا منتج مضمون. طيب نرجع تاني للموقع بتاعنا، طبعا انا مش عايز اطلب الاوردر ده، انا بس كنت بوريكم ازاي تطلب اوردر من موقع سبورتر دوت كوم. لو كملت للنهاية خالص هتدوس اخر حاجة ارسل الطلب، انا مش هقدر ارسله، اه لازم ادخل معلومات الفيزا تاني. تمام، لو دوست ارسل الطلب على طول هيوصلني ميل على الجيميل بتاعي بيقول لي والله في اوردر كذا، وانتظر مننا تليفون خلال 48 ساعة هنأكد معاك الاوردر ده. طبعا لو انت اول مرة تتصل بيهم خلال 48 ساعة تلقى رقم من الامارات اتصل بيك، حد كلمك هيتأكد منك من بيانات الاوردر بتاعك ومن بياناتك كلها، وبعد كده يقول لك خلاص الاوردر بتاعك هيتشحن، هتوصلك رسالة تانية اول ما الاوردر يتشحن على الميل بتاعك، وهيقول لك الاوردر اتشحن، وهتقدر يديك الرقم بتاع تتبع في شركة ارامكس، تقدر تتبع الاوردر بتاعك على الموقع بتاع ارامكس خطوة بخطوة، تشوف وصل الجمرك ولا لسه، اذا كان متعطل في الجمرك ولا لا. وبرضو بعد ما هيجيلك الاتصال من شركة سبورتر بالتليفون هيقولوا لك ابعت لنا صورة البطاقة بتاعتك، وهنبعت لك نموذج تفويض فاضي على الميل بتاعك، تطبع النموذج ده وتمضي عليه من تحت، تكتب اسمك وتصوره تاني بالموبايل مثلا او تاخده سكان وتبعته لنا على نفس الميل علشان نخلص لك اجراءات الجمرك. ده بيبقى تفويض مكتوب فيه ان انت بتفاوض شركه ارامكس في انهاء اجراءات الجمرك الخاصه بالشحنه الخاصه بيا، وبتبعته لهم علشان ارامكس يقوموا بالقصه دي بدل ما انت تخلص القصه دي مع نفسك. والاوردر هيوصلك لحد باب البيت، لو في اي مشكله في الاوردر، لو حسيت ان هو في مشكلة منتهي الصلاحية او الاوردر نفسه حسيته مفتوح قبل كده او اي حاجة، هتقدر تتواصل معاهم، وخدمة ممتازة جدا، خدمة ما بعد البيع، خدمة عملاء ممتازة محترمين جدا. شركة انا جربتهم في منتج جبته كان فيه مشكلة، كلمتهم تواصلوا معايا خلال يومين قالوا لي احنا بنعتذر عن المنتج ده، وحطوا لي الفلوس بتاعت المنتج ده في الحساب بتاعي اللي هي 366 جنيه دي. وزي ما قلت لكم في بدايه الفيديو ان الموقع بينزل كل اسبوع عرض جديد، واحيانا بتبقى عروض جباره وفيها توفير جامد جدا، علشان كده يفضل انك تتابع الموقع كل اسبوع، والاحسن من كده انك تسجل ايميلك في النشره البريديه اللي لو نزلت في نهايه الصفحه تحت هنا هتلقى الاشتراك في النشره البريديه، تسجل الميل بتاعك واي عرض جديد الموقع هيبعته لك على الميل علشان تلحق تستفاد بالعروض بتاعته قبل ما المده بتاعتها تخلص. ودلوقتي هعمل لكم مقارنه بين اسعار موقع سبورتر وبين اسعار موجوده هنا في مصر علشان تعرفوا الفرق بينهم. وبكده تبقى عرفت ازاي تشتري من موقع سبورتر دوت كوم بالتفصيل. لو عندك اي استفسار ابعتهولي في الكومنتات او على صفحة الفيسبوك او الانستجرام. واخيرا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم الفيديوهات اول باول، وتعملوا لايك للفيديو وتشاركوني تعليقاتكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.